اللي احنا شايفينه حاليا في لانه ما بيسكتش زي ده ايمن ايمن بيحلق لاحمد دياب، وزي ما احنا شايفين منظر احمد دياب تحت المكنه. معلش الاضاءه ضعيفه شويه، احتمال الصوره تكون مش واضحه، بس ده ايمن زي ما احنا شايفين دراع ايمن حلو ازاي. وايمن ايمن لابس كات بيحلق لدياب قميص بتاع ايمن. مفيش واحد في الدفعه دي سلم من تحت يد ايمن، كله بعض الاشخاص سلموا من ايدي، انا نفسي بس برضه ما سلمتش من ايدي. ايمن حلق لنفسه. يا احمد دياب الصوره الفيديو ده على اليوتيوب وعلى ديلي موشن وعلى ميتا كافيه وعلى الفيسبوك، تمام؟ يا احمد انا فاهم والله، انا حلوه كده، انا مش جاي بطل. انا طبيب يا جدعان، عندي حاجه يا ابني، انا طبيب يا ابني، انا حلقت للناس اللي زعماء ورؤساء يعني على شعر الذي انت يا ابني. انت تعرف الملك الحسن الامير عبد الله والملك ومين ابوه؟ الملكه الملكه دودي دودي الفايد. تعرف دودي الفايد؟ انت اللي حلق له؟ انا الحلاق بتاع سته بقى. يا عيني على شعر الذي انتهى يا خالد، يا ابني اديني فرصه اكمل الحلاقه. انتهى جميل كفايه يا ابني. لا خلاص يا احمد، هتحلق نفسك يا احمد، احنا بنفنش بقى، اهدى بقى، هتحلق نفسك في المرايه كفايه. نعم كل رجل قبيله. ايوه انا بنفنش بقى، اهدى عشان نخلص. بص 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 يا ابني، واحدة واحدة، ايدك تقيلة قوي يا والله ما حد فاهم. بقول لك ايه، بص يا ابني انا في بعد الحلاقة هي خير، ده انا المعلم يا جدعان، تعلم. يا ايمن يا ايمن ايمن، الفيديو ده على اليوتيوب النهارده. والنبي يا احمد اهدى عشان نخلص بقى من النبي البلاء دي، ده انا تعبت والله، ده انت بس اهدى بقى النهارده يا احمد دياب. هتظبطها مع نفسك احمد يا بني ادم. يا احمد دياب الفيديو ده النهارده على اليوتيوب، سمعتي يا ابني؟ على اليوتيوب، وهيترفع اتحط اللينك بتاعه على الجروب، والناس كلها لازم تشوفه. لا لا والله بس خلاص، يلا كلمه بسرعه قبل ما نقفل. انا راجع بحث بعد اسبوع، ايه اللي كان عليا اتابع الواد يا اخي؟ يا ابني خلينا يا ايمن يا ايمن، كلمة للاخوة اللي هيشوفوا. اتعب يعني، يا ريت ورا عشان بس المكنة. اكتر واحد تعبني في الحلقة احمد، مش ممكن، كل واحد بيسلم راسه وينحني ويسكت. لا لا معرفش يا احمد يا ابني، ما تخافش والله. كان معكم المصور والمخرج والمنتج محمود موسى، واللي وعلى فكرة برضه حلقة منير متعبة، لأن مريم بتقعد هرياني على ولا بحلم. ليه هي اللي بتوصي مريم؟ يا خبر، ايه علاقة مريم بالموضوع؟ بتقعد تشاهد يلا. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، سلام عليكم. احمد انا خلصت يا احمد، اهدى يا احمد والنبي عشان مش هعمل نقط.